اهلا الغزالات ديالي، كي دايرين؟ دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال. المهم انا هاد الفيديو صراحه لحقت جيت قلت توحشتهم وغبرت، غادي نحل الكاميرا وغادي غير نهضر ونشارك معكم. عاوتاني عندي واحد الروينه في كل شيء، الروينه في مخي، الروينه في داري، الروينه في كل شيء. بحال جيت كنت خارجه، مشيت عند الطبيبه، حرجت تقريبا شي ربع ساعه. دابا درت واحد اول حاجه تنطيب هنايا لرايا واحد المريض مسكين، هادشي هو اللي خربقني. تنطيب ليه هنايا واحد الصوبه درت فيها غير الكرافس وخيزو. قالك بغا سباغيتي، قلت ليه ما تاكلش سباغيتي مع مسكين مرض ليا 3 ايام، مريض في السخانه وضراه كرشو. وهاد 3 ايام بقيت غير مقابله، زعما ما درت حتى شي حاجه لا في الدار لا والو. شوف انا تبان لكم كوزين، تتبان لكم من ديبارمون. انا مشيت عند الطبيبه تشوفوني باقا دايره، هزات لي الدم، بغات دير ليا شي تحاليل ديال الاخر ديال الشهر ديال اللحم. و ما كانش عند من نخلي رايا، راكم عارفين ملي تكوني في الغربه ما عندكش هنا حداك ساكنه جداك ولا خالتك ولا غتعيطي عليها تقولي ليها اجي جلسي معايا حتى نجي مع الطبيبه. غدير الصداع وصافي، هادشي اللي كاين. صافي جيت دابا للدار تنطيب في غندير ليه مسكين هادشي غير يكمد ليه شويه مصارنو، لحقاش ما كان والو لا البارح لا اليوم شرب غير شويه ديال الحليب في الصباح، ما بغاش ياكل حتى شي حاجه. جاتو هاد الانفلونزا اللي كاينه دابا، ديتو عند الطبيب البارح في الصباح. قال لينا يعني هادي كريب ياخذها من يعني برد، ضربو البرد المصارنو ضربو فيه السخانه. وكانت جات واحد الحكه في يديه، ما عرفتش داكشي تخلط عليه مسكين. راكم عارفين بالنسبه للبنات اللي في المانيا، عارفين هنايا الاطباء ولا اللي كاين دارت هنا ما تيعطيوناش الانتيبيوتيك من الدقه الاولى الا لا كانت شي حاجه اللي كراف. المهم ما عطى لا انتيبيوتيك لا حتى حاجه، عطى غير سيرو ديال السخانه وسيرو ديال باش تهمد عليه ديك الحكه اللي كان كيحك يديه. دابا الحكه الحمد لله مشات منه من اليدين، كان مسكين تي راكم عارفين شحال خايبه يكونوا قرصو كيديك ولا شي حاجه. شوف كنت نعاود لكم في موضوع ونقزت الموضوع اخر باش عرفوني ديكم راسي مخربق. صافي عيطت على باه جا من الخدمه، جلست معاه واحد جوج سوايع حتى مشيت انا عند الطبيبه ورجعت. دابا مني كتعرفوا مني كتولوا في اواخر الحمل كتمشي عندك كدير لك داك التراتشاتو اولا داك السونار اللي تيبقى يعبر الدقه تاع القلب وتيشوف واش كاينين شي كونتراكسيون ولا ما كاينينش. كل مره تديروا 20 دقيقه كتلصق لك واحد جوج دويويرات هنا في كرشك تي عبر الدقه تاع القلب وتتبقاي 20 دقيقه عاده من بعد كتدخلي ديري لا فيزيت. المهم كان كلشي مزيان، درت ليكوغرافي بلاتي نوري ليكم الجوج معايا. جو معايا شوفوا على روينه، ما تديوش على روينتي. المهم باقا الصوبه اللي هي كطيب، نوري ليكم التصويره ديال الكتكوته الصغيره، نوري ليكم التصويره درنا ليها اليوم السيلفي وهي في الكرش. المهم انا نوري ليكم، هتشوفوا باين الوجيه ها هي غتبان لكم هنا. شوفوا ها المنخر تاع العوينه، هذا كانت دايره يديها بحال هكا، هذا دراعها وهذا النيف والعينين، وهذه التصويره دايره يديها هنا دايره تتبوزا علينا في الكريش. ما شدات على السوس شي مكشيفه، ما بغاتش مسكينه تصور، كانت دايره يديها كانت دايره مرفقها كانت دايره بحال هكا تتغطي وجهها وتتململها بحال هكا الطبيب باش نقدروا نديروا ليها الصويعه، باش نقدروا نصوروا نديروا ليها السيلفي. ساعتي ما بغاتش عفيريت هذه غتخرج حاره. صافي يعني دابا ممكن الوجع يجيك في اي لحظه، غير مشكل انه انا ديما تيكبروا لي الولاد بزاف في كرشي. درت ديك النهار التحليله ديال السكر، قالت لي ما فيك زعما لا ديابيت لا حتى شي حاجه، كلشي مزيان، ولكن المشكل اللي عندي انني كرشي كتدير الولاد كبار. دابا باقي ما يعني راكم عارفين الشهر التاسع هو فين تيضوب الوزن وتتولد تتكبر تيكبر الجنين في الكرش بسرعه. دابا انا مازال ما وصلش الشهر، مازال ما يعني ما دخلتش واحد جوج ولا ثلاثه سيمانات الشهر التاسع بحال غندخل. دابا راه انا قالت لي في 35 ولا 36 سيمانه، 35 ونص قريبا ندخل 36 سيمانه، والولاده تتكون في اخر اسبوع هو 41 يعني الماكسيموم. المشكل هو انه وصلت دابا فيها شي 3 كيلو و 50 غرام بحال هكاك دابا يعني العبار اللي بان ليها، وعبرات ليها الرجيله قالت لي فيها 7 سنتيم، قالت لي شكون اللي
شكون دير رجلي كبار؟ قلت لي انا. قلت لي رجلي كبار، قلت لي انا رجلي كبار. المهم ماشي كبار كبار كبار، حتى لبست 39 في رجلي، ولكن رانا فيا في الطول متر و70، متر و71 ملي تندير بحال هكا تتعبر متر و71، ملي كنجلس عادي متر و70 بالنسبه للرجل اوكي، يعني 39 كنلبس في رجلي. قالت لي رجلي كبار، قلت لها صافي شبه لماماها. قالت راجلي واخا هكاك رجلي صغار، تلبس في رجلي غير 41 بالنسبه للراجل رجلي صغار. المهم قولي اش تعاودي لنا، رجلي صغار رجلي كبار، راسو طويل، ودنيه مقنتين مقلشين، سيري لالا. غزال ديري والله زعما غير توحشتكم، وقلت ندير هذا الفيديو غنشارك معكم هذا النهار ديال المخربق، هذه العشيه ديال المخربقه، نطيب لولدي بعد هذه الحريره هذه مسكين تكمد ليه مصارنو. شريت واحد السبرديله ولكن ما عجبتنيش، انا غنوريها لكم من زلاند غتكونوا تعرفوا السيك. المهم انا درتها هنا باش نرجعها، باغا نشارك معكم كاع الجديد زعما اللي واقع. هذه منين جيت دابا لقيت مول البوسطه جابها، المهم واحد السبرديله هي من شحال هذا وانا باغا نشريها، ولقيتهم داروا لها التخفيض، كانت دايره 189 اورو و99، يعني 190 اورو، ولكن لقيتها دايره لها التخفيض 119.90 شوف باش نشوف الفاتوره شحال، ولكن غنرجعها لهم 116.95 باش كانت دايره. وانا نطار عليها بالزربه، قلت صافي هذه هي الهميزه. ساعتي منين جاتني هنايا في الدار ومن شفتها عن قرب ما عجبتنيش. المهم كتعرفوا كلكم زالاندو عندنا زعما السيت اللي زعما اللي تيشرو منه بزاف بزاف هنا في اوروبا وبالخصوص في المانيا. المهم شريت واحد وانا غنوريها لكم، عرفتو كانت تتبان ليا في السيت واعره، كانت تتبان زوينه مفركسه هاد السبرديلات هادو ديال نايك ديال اير ماكس، ولكن صراحه دوماج عرفتو تتبان في الرجل، تتبان في التصويره واعره، حتى هنا دابا في الكاميرا تقدر تبان ليكم زوينه ولكن عرفتو في اللبسه في الرجل تتبان رجلك مفركحه، تتبان الرجل عريضه وخايبه، ما عجبتنيش في اللبسه، في اللبسه ما جاتش زوينه. المهم انا عجبتني اللون الكحل مع هاد الموطارد، تيبان زعما مديني وواعر وتناسقيه مع كلشي ويجي مع كلشي، ولكن قلت لكم دوماج ما عجبتنيش كيفاش جات في رجلي، يعني غادي نرجعها لهم. المهم في الرجل دابا ما فيها ما يعاود يقيسها، ما فيها ما يتحضر باش نوري لكم زعما شنو كنقصد، تتبان رجلك عريضه ومفركحه، تتبان رجلك بحال شي باطو. الصوبه ديال رايانتار ما شنو لاحظتوا في كوزينتي جديد، غنشوفكم واش فيكم التبرقيق ولا ما فيكمش، اشنو بان لكم في كوزينتي جديد. المهم شريت هذه شحال هذا غير مع شحال هذا ما درت لكم فلوق في الكوزينه، داكشي علاش ما شفتوهاش. اخيرا شريت هذه هاد الهوت، هذه ديك اللي كانت ديك القديمه خسرات من شحال هذا وهي خاسره، وبالخصوص ملي تكوني دايره الماء يغلي ولا شي حاجه تضبب الكوزينه كامله. شوفوا هكا دايره طالعه حتى للفوق وما فيهاش هذاك التيول اللي كيخرج، يعني الكتريك تتلصق مع الضو، وخديتها من ميديا ماركت، عهد ميديا ماركت اللي حدانا شي 200 اورو شي حاجه تقريبا. المهم ديك اللي كانت عندي ما نقول لكم شحال هذا وهي خاسره، وشحال هذا وانا كنقلب على شي وحده مما بغيتش نعاود نشريها من دوك، ما بغيتش نعاود نشريها اللي فيها هذا اللون هذا اللي تيكون نقري، لحقاش كيعذبك في المسيح باش يرجع كيلمع كيعذب، يعني ديما خاصك تمسحي في الاول. راه كنت درت لكم الطريقه باش تلمعوها شحال هذا في واحد الفيديو ديال تنظيف المطبخ، كنت وريت لكم الطريقه اللي عندها هاد لي هوت هادو من النوع ديال النوع اللي بحال هكا تيكون، تبقاو ديرو غير بكربونات الصودا وشويه ديال الغسول ديال الماعن وتحكو مزيان وتمسحو بشي زيت تحيدو ديك البيكربونات مع الصابون وتعاودو بزيت ناشف. ديك الساعه خاصك تنشفوها، ديك الساعه كتولي فيها واحد لابغيونس واعره، كتولي نقيه بزاف بزاف. مي هادي ما غاديش تعذبكم، يعني بحال هادو اللي تيكونوا بحال هكا كحلين تمسحو منها من طبيعه الحال الدسم وترشوها غير بداك ديال الزاج وشي زيت ناشف وصافي كتولي نقيه. دابا انا باقا ما مسحهاش اصلا، من ركبات باقا ما درت لها حتى حاجه، وهكا دايره. ومن هنا كتعاودي ملي تتسالي كتسديها، وملي كتبغي تخدمي بها كتفتحيها بحال هكا وكيمشي الفابور هنا. المهم صراحه اخيرا شريتها، لحقاش كما قلت لكم الفابور كندير ليا حاله في الكوزينه واخا عندي الشراجم. دابا غنديو الرايان مسكين ياكل، شوفوا مسكين جالس فرش لي منطف الارض تيتفرج في الرسوم، حالته مسكين حاله. غادي نوكلو انا غنشدو التامين نوكلو نحاول معاه لا بغى ياكل ضروري. المهم غنشارك معكم الامسيه ديالي كيفاش غدوز، وقبلوا على اختكم وروين تاعها شي مشكل، دابا حنا من العائله ماشي شي وحدين برانيين.
فكيف ما كتشوفوا درت هنايا واحد الصوبه، درت ليه وبغى مسكين سباغيتي ب بغا بلاصوص، لاصوص الحمراء ديال المعطيشه، وانا درت لي غير هنايا قرات سباغيتي ودرت غير شويه ديال الخضره، درت كرافس والبصله وشويه ديال الخيزو، خليتهم يطبخوا في الماء مزيان تطابو، زدت عليهم سباغيتي وزدت عليه غير واحد شويه ديال الزيت البلديه وشويه ديال البارميزون ولا الجبن المحكوك، اختياري صراحه كل واحد، غير المهم ياكلوا شي حاجه سخونه، عرفتوا راكم عارفين عادي كرشو مسكين كيفاش دايره، صراحه الله يسمح لنا من الوالدين، ما تحسي بيها حتى تكوني تي مرضو بحال هكا تشوفيهم مساكن، تيجي واحد الاحساس تقولي جيني انا هادشي وما يجيش للوليدات الصغار، والله العظيم زعما واحد تعذب مسكينه هاد 4 ايام. مي دابا الحمد لله، دابا الفيديو كان مونطير ولا لاباس الحمد لله، كان مسكين مريض بزاف، الله يحفظ وليداتكم من كل شر ومن كل سوء يا ربي يا مولانا، والله يسمح لينا من الوالدين حقاش صراحه كتحسي بيها من بعد شحال تعبوا علينا وشحال، وخا نرجعوا ثاني يوم عمرنا نرجعوا لهم داكشي اللي داروا علينا. عيت حتى انا تكيت حدا زعما باش نبقى منسه الساعه صدقت نعسه حتى انا ضربوا ظلام من الحر عندنا دابا 6. المهم عملت واحد القهوه، نشرب قهوه ترجع فيا المزاج، بغات تكون نمشي نشرب قهوتي ونكملوا الامسيه. دابا خلاو هادوك قالوا لي ما عندهاش عرض تسلفوا، انا غنقول لكم اللي ما عندها عظام تسلفهم، دابا ضروري العظيمات خاصهم يرجعوا باش نجمع هاد الروينه الكحله اللي عندي في الكوزينه باقين فيها الماعن من البارح، يعني من الليله قبل ماشي البارح ديال دابا، يعني خاصني ضروري نجمع هاد الروينه بحماس، ونخليكم مع مقتطفات عاد غندوزو نوجدوا العشاء، العشاء اللذيذ اللي غندير. الزريت ديالي دايره واحد لاصوص بولونيز دايرها من البارح باش تجي رائعه، يعني من الاسرار اللي تيديروا في لي ريستورون اولا في المطاعم انكم طيبوها اقصى وقت ممكن، يعني طيبوها علمها بشويه عليها، هذه طيبه 4 السوايع، ودابا غنعاود نزيد ليها واحد نص ساعه قبل ما ندير بها اليوم العشاء، المهم صراحه ما كنتش باغا نديرها، شوفوا كيفاش كتجي تبارك الله خير، راه جات بنينه، راه كنسبق لي وشاركت معكم الطريقه. ومن الاسرار ديال لاصوص بولونيز ولا لاصالسا بولونيز هي الوقت ديال الطياب، خاصها طيب كما قلت لكم على الاقل جوج سوايع، على الاقل على الاقل القليله كاع ساعه ونص،
يعني هي قليله كاع. قد ما طابت كاينين شي ريستورون تيخليوها طيب حتى الليل كامل وشويه وتيديروا لها استراحه وتيعاودوا ثاني يشعلوا عليها الغد ليه وتيعاودوا يكملوا لها الطير. داكشي اللي درت ليها انا تجي زوينه وتجي خاطره تجي نيت صوص بولونيز. المهم كنت الصراحه باغا ندير لهم المقارونيه ما رشقاش ليا عليها وصافي، ولكن بما انني عندي صلصه جاهزه غندير يمكن انا ولقينا دابا باقا مقراش واش ندير لازانيا ولا ندير الريغاتوني في الفران وحده في الجوج. غنسول الشاب الا نقول له واش بغى لازانيا ولا الريغاتوني. انا بالنسبه لي بحال بحال الريغاتوني في الفران هي ديك المقارونيه الطويله المجعبه ديال الريغاتوني ديك اللي تكون طويله ومجعبه تتسرقيها في الماء ما تكمليش ليها الطياب تدير على البيشاميل اللي عجبك. انا شي مرات كاع ما تندير البيشاميل تديري على لا بولونيز وديري على الموتزاريلا والبارميجان ولا البارميزون تدخليها الفران تغطيها بابي الومنيوم وتدخليها الفران تتحمر وتتكمل طيابها ماشي تا تتسرقيها تتعجن تسرقيها تحيدي منها واحد 3 4 دقائق من التيمبو دي كوتور ولا من الوقت ديال الطهي. المهم انا غادي نعاود نطيب هذه واحد نص ساعه اخرى مازال الحال ولا 45 دقيقه تعاود ثاني يدير ليها الطياب ثاني تعاود تختار وعاد غنشوفوا دابا شنو غادي نديروا للعشاء. يلا قولوا لي نكون عكت معكم لايف باش قولي ديري لازانيا ولا ديري البولونيز البولونيز ديري لازانيا ولا ديري الريغاتوني في الفران نوصل ما عرفت غنشوفوا. الغزالات ديالي راه سبق ليا وشاركت معكم الطريقه ديال لازانيا كيف ما شفتوا البولونيز تكون جاهزه صافي تديري غير البيشاميل وكديري لازانيا اللي خضره ما كتحتاجيش تسلقيها في الماء. الا كانت عندكم هذا النوع هذا ديال الباريلا ما كتحتاجوش تسلقوها صافي. كيف ما شفتوا تندير شويه ديال البارميزون وشويه ديال الجبن محكوك وتندير طبقات ديال لازانيا ونغطي بالفرماج. يعني سهله ديال الطريقه راه كان سبق ليا وشاركت معكم الطريقه الكامله سواء ديال لاصوص سواء ديال لازانيا. صافي كتغطيوها تدخلوها الفران المده ديال تقريبا واحد 30 35 دقيقه من بعد كتحيدوا من فوق البابي الومنيوم وتخليوها واحد 10 دقائق اخرى باش تحمر من الفوق وهكا كتجي لازانيا زوينه بزاف ولذيذه. وجدات وجدات انا غنجبدها دابا من الفران وغنوريكم كيفاش جات لذيذه جدا ما شهيت عليكم ياك امي. دابا ماما معايا في التليفون باش نسمعكم صوت الوالده. يلا قول سلمي على الغزالات. وا تسمع عليهم كامل كبار وصغار. تخرجتي اش ديري؟ تطحني في العصير ديال اش العصير؟ بنينات زين لابوكا لابوكا تقول لي ماشي لابوكا لابوكا البنان ولابوكا والتما واش الاخر؟ صافي صافي بالحليب يا سيدي. اش دايره هادشي دايره عشاء؟ لا هما كيبداو هادشي انا كي
سمير دايره ام العشاء سمير. اجي ام تاكلي واحد شويه لازانيا ما عرفتش تعجبها بعدا ولا لا، ما عداش هي مع هادشي عداها مع الطواجن. كيفاش كتجي؟ ودابا غادي نقطع لي بورسيون نشوفو معايا تجي صراحه. لا ديك النهار انا درت ليكم ديال الدنجال، هذيك درت ليكم ديال الدنجال، هذه درتها اليوم ب هي نفس الصلصه اللي كنت درت، ولكن ماشي ديال الدنجال، ماشي البارميجان، هذه الاخرى. المهم كيف ما شفتوا صافي تقطعوها بحال دابا هاد الطاوة، تدير ليكم تقريبا 8 ديال لي بورسيون ولا 6 ديال لي بورسيون متوسطين. ودابا غادي نوجدوا العشيوة ديالنا، غنوجد بعدا حقي انا، راه فيا الجوع، اللي بغى ياكل ياكل، اللي ما بغاش شغلو هذاك يا كمي. ماما قالت لي ياكل، اللي بغى ياكل ياكل، اللي ما بغاش ليه لا ياكلوا لي. واعره واعره دابا راه متحمسين الغزالات يشوفوك ملي تجي يتعرفوا على البجعديه الشعيبيه ديالنا. المهم كيف ما شفتوا تجي وريحتها زوينه، ولا بغيتو تذوقوها شي شويه بالحباق. دابا اليوم فيا ما يذوق ويقاد عييت الصراحه، ما فيا ما يدير لا ديكوراسيون، غادي غير نذوق باش نقول لكم المذاق كي جا. طبعا راه تنديرها 777 الف مره، عارفه هادي تتجي، ولكن ضروري نذوق. بسم الله. بنينه اش قلتي؟ قالت لي ماما عرفتي اش قالت لي؟ تموت بالضحك. دير معاه شي مزيود، دير معاه شي مزود. واش امي لازانيا بغا ندير معاه مزيود؟ قالت لك دير معاه شي مزيود. معايا ديما الماكله ديالها عندها قرعه ديال المزاود ولا دوك الفلفلات الحارات، حتى دير ديما مزود وتبقى تاكل الحار، الحار عندنا حنا في العائله ضروري. المهم الغزالات ديالي كما شفتو كان هذا الفيديو ديال اليوم، هذه لازانيا ديالنا، العشيه ديالي المرونه هكا دازت وصافي. راكم شفتوا معايا المقتطفات ديال المساء كله، كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين. بلاتي اما غتخسر ليا الخاتيمه ماما تصاوت لي حضني. كنتمنى تكونوا دوزتوا معايا وقت زوين وتكونوا استمتعتوا معايا بهذه الامسيه، هذه هي كما هي راكم شفتوها. تهلاو ليا راسكم بزاف بزاف، واحد البوسه كبيره، وراكم ديما في القلب. باي باي، كونوا بالصحه والراحه. وهم هما راه غير شافوا، ما كرهتش انا يذوقوها كاملين، ما كرهتش ما كرهتش. قالت لي يقول لهم كونوا بالصحه والراحه. المهم هما راه شافوا المقادير وداكشي. تهلاو في راسكم، باي باي.